أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية موقع الإصلاح نت، ذاكرة القهر معركة مأرب على الإمامة القديمة والجديدة. وفي الصحافة العربية موقع الشرق الأوسط يكتب: هل يعود الحوثيون إلى لائحة الإرهاب الأمريكية؟ ودوليا موقع معهد كارينجي: التعليم في اليمن تحويل الأقلام إلى رصاص. البداية محليا، حيث تناول موقع الإصلاح نت في افتتاحيته الأهمية التي تحظى بها معركة مأرب في الوجدان الوطني، لما تمثله من أهمية استراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي. وبحسب الموقع، فإن معركة مأرب مفصلية في مسار الحرب ليس في اليمن فقط، وإنما تشمل تداعياتها الصراع الطائفي الذي أشعلته وتموله إيران في منطقة المشرق العربي كاملا. وأشار الموقع إلى أن هذه المعارك في مأرب هي الأكثر شراسة وضراوة من أي من المعارك التي تخوضها إيران عبر وكلائها. وتعد الحرب في اليمن عموما وفي مأرب خصوصا من أشرس المعارك التي تخوضها إيران عبر ميليشيا الحوثي، فقد استعدت إيران لمعركة مأرب ليس بإشراك خبراء الحرس الثوري فحسب، بل بتهريب أسلحة نوعية عبر شبكات وخطوط تهريب تناولتها تقارير دولية. وبحسب الموقع، فإن مأرب قديما قد مثلت عقدة الأئمة القدامى، وهي اليوم تمثل عقدة في وجه الأئمة الجدد. وأشار الموقع إلى أن معركة مأرب لم تكن خيارا حوثيا لإدراكه بحجم الكلفة التي دفعها وسيدفعها، بل هي خيار إيراني. وتوضح المقالة أن ميليشيا الحوثي قد أصابها اليأس والقهر، وهو ما تعبر عنه من خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية في مأرب بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية كأسلوب انتقامي لا مبرر له سوى شعور الميليشيا بالقهر وتراكم الضغائن والأحقاد ضد الشعب اليمني الرافض لها. تناول موقع مأرب بريس آخر المستجدات التي وصلت إليها قضية مقتل السنباني على يد مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي بمحافظة لحج. وبحسب الموقع، فقد وجهت النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة والخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي بدفن جثمان الشاب عبد الملك السنباني. أوضح الموقع أن النيابة العسكرية برئاسة القاضي فضل الجوباني أصدرت مذكرة موجهة لوالد السنباني بأن النيابة قررت في جلستها التي عقدت يوم 15 من نوفمبر الجاري إبلاغ أنور السنباني بالحضور إلى النيابة العسكرية في المنطقة الرابعة بمديرية التواهي لتقديم طلب استلام جثمان المجني عليه عبد الملك. وبحسب الموقع، فقد أكد عضو فريق هيئة الادعاء جميل القدسي بمنشور له على الفيسبوك إنه سيتم الترتيب لنقله إلى مسقط رأسه في صنعاء خلال الأيام القادمة. ونقل الموقع تعليقا للمحامية هدى الصراري على مذكرة النيابة العسكرية، حيث قالت للتذكير أنه تم الإعلان عن 3 لجان للتحقيق في مقتل الضحية عبد الملك السنباني، كلها بأت بالفشل ووئدت قبل أن تتشكل، لأن صوت الميليشيا أقوى من الدولة. وأشار الموقع إلى بلاغ صحفي للفريق القانوني الموكل بالقضية انتقد فيه إجراءات النيابة العسكرية في تحويل ملف القضية إليها، واعتبر هذا تعديا على صلاحية النيابة الجزائية التي بدأت التحقيق بناء على تكليف من النائب العام. واعتبر إجراءات النيابة العسكرية مخالفة صريحة لقواعد الاختصاص النوعي في التحقيق المستمدة من قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية وتعليمات النائب العام. تناول موقع الشرق الأوسط تصاعد الدعوات في الكونغرس الأمريكي لإعادة إدراج ميليشيا الحوثي على لائحة الإرهاب.
وبحسب الموقع فقد كثف المشرعون جهودهم الرامية إلى فرض عقوبات شاملة على ميليشيا الحوثي بعد اقتحامها للسفارة الأمريكية في صنعاء ونهب محتوياتها واحتجاز عاملين فيها. وأشار الموقع إلى تقارب وجهات النظر داخل مجلس الشيوخ والنواب حول إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالإرهاب على الحوثيين. وأشار الموقع إلى أنه وفق هذه المساعي فقد طرح سيناتور ونائبان جمهوريان مقترحات من هذا القبيل، واعتبر أن الآن هو الوقت المناسب لحشد الدعم له وإقراره بعد هجوم السفارة. وحث النائب الجمهوري كلايد زملائه على التصويت لصالح المشروع لدى طرحه في مجلس النواب لتوصيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. وأوضح الموقع إلى أن الجمهوريين وبعض الديمقراطيين باتوا مقتنعين بأن الزخم السياسي الذي رمت الإدارة الأمريكية الجديدة بثقلها لإنجاحه لم يصب الهدف، ويشير إلى أن الأشهر الثمانية الماضية لم تشهد سوى تصعيد من قبل الميليشيا الحوثية على الأرض أو بهجمات المسيرات المفخخة التي تحاول استهداف المناطق والمنشآت المدنية السعودية. وبحسب الموقع فإن صبر الديمقراطيين بدأ ينفد تجاه تعاطي الإدارة الأمريكية مع الحوثيين، ويعول الجمهوريون على هذا الحشد الدعم لمشاريع القوانين المطروحة في مجلسي الشيوخ والنواب. تناول موقع معهد كارينجي للدراسات مقالا للباحث أحمد ناجي قدم فيه تحليلا مفصلا لحالة انهيار منظومة التعليم في اليمن بسبب الحرب والتشرذم وتسييس النظام التعليمي في البلاد. ويقول الباحث إن المؤسسات التعليمية قد فشلت في إعداد الطلاب للتفاعل مع اليمن خارج دالة الصراع. ويرى الباحث أن التعليم اليوم في معظم أنحاء اليمن يعمل على دعم الأجندة السياسية والدينية التي تحتاج إلى مجندين ملتزمين أيديولوجيا واستخدامهم كوقود للمدافع. ويرى الكاتب أن ثمة فشلا في انتزاع العملية التعليمية من يد سلطات الأمر الواقع وتحييدها من الصراع. ويؤكد الباحث أن إنشاء قطاع تعليمي جديد ومستقل في اليمن من شأنه أن يزيد من فرص نجاح المشروع ويحافظ على مستوى معقول من التعليم الجيد لجيل كامل. واقترح الكاتب مشروعا قائما على جزئيتين لإصلاح نظام التعليم. الجزء الأول إنشاء مدارس جديدة في مناطق سيطرة الحكومة تحت رعاية منظمات دولية غير حكومية وغير منحازة سياسيا، لا في مناهجها ولا كوادرها. ويوضح الباحث أن هذا النموذج قد يدفع بالكثيرين إلى إرسال أطفالهم لهذه المجمعات التعليمية، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تصبح هذه المدارس المبتدئة المقترحة موضع تنافس اليمنيين القريبين والبعيدين. أما الجزء الآخر من مقترح الباحث هو اعتماد الوسائل الحديثة الإلكترونية وإدخالها ضمن النظام التعليمي بما فيها نظام التعلم عن بعد. بعد أن أثارت وسائل الإعلام قضايا فساد متعلقة بالمنطقة الحرة، تناول موقع وكالة الأناضول إعلان الحكومة اليمنية للجهات المختصة بالتحقيق مع مسؤولين بتهم فساد. وأشار الموقع إلى عقد رئيس الحكومة لقاء بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد للوقوف على ما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين. وبحسب الموقع فقد ناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالوقائع والأدلة سواء من قبل محافظ المهرة السابق أو إجراءات توقيف رئيس هيئة المنطقة الحرة في عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة باعتبارها جرائم جسيمة بحق المال العام. وأشارت الوكالة إلى تشديد رئيس الوزراء على الجهات المعنية لأن تطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة إحالة كافة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة لتكون تلك الإجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسه العبث
بالمال العام. وفي ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير.